بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ما حيينا وأحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وآل بيت نبينا وعلمائنا وذرياتهم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم في الدارين، آمين. واليوم في أحكام النشوز، وهو ملحق بكتاب النكاح، بكتاب النكاح من بين أحكامه، تكلمنا على القسم لمن يريد أن يتزوج أكثر من زوجة وأحكامه، واليوم نتكلم على أحكام النشوز. والنشوز يقول المصنف والشارح: وإذا خاف الزوج نشوز المرأة. وفي بعض النسخ ربنا بيقول: واللاتي تخافون نشوزهن. جعل النشوز هنا من جانب المرأة، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل. جاب النشوز هنا من جانب المرأة، وفي آية تانية جايب النشوز من جهة الرجل: وإن خافت امرأة من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهم. يبقى النشوز ممكن يكون من جانب المرأة، وممكن أن يكون من جانب الرجل، لكن الغالب أن يكون من جانب المرأة، الغالب الأعم يكون من جانب المرأة. وإذا خاف الزوج نشوز المرأة، يبقى هنا بيتكلم على ما هو كان من جانب المرأة. وفي بعض النسخ: وإذا بان نشوز المرأة أي ظهر وعظها زوجها. وإحنا قلنا النشوز كان معرفه قبل كده في أول الفصل، قال: والنشوز من جهة الزوجة، ومعنى نشوزها ارتفاعها عن أداء الحق الواجب عليها. يعني إيه؟ تتعالى على زوجها فلا تطيع في أوامره، الواجب أن تطيعه فيها، تبتدي تتعالى عليه. وهنشوف مظاهر النشوز لها مظاهر كثيرة، إن شاء الله تكشر في وشه وهي مش متعودة تبقى كشرة، لكن لو عادتها كشرة تبقى دي عادتها، هو متجوزها كشرة كده جايبها جاهزة. عارف يعني ايه بتكشر؟ غير المصريين عارفين يعني ايه بيكشر؟ عارف يعني ايه كشر؟ يعني تكلمه كده بطريقة تكون وجهها عليه علامات الغضب، يبقى يسموه بيكشر، كشر عن أنيابه. فهمت بقى؟ يبقى المصريين ما يقولك بتكشر يعني إيه؟ يعني عابسة، عبوس الغضبان. واضح؟ لو كانت عادتها كده، هو متجوزها كده، يبقى ده مش نشوز، لكن هي إيه؟ عادتها مرحة ولطيفة، فبدأ يجي يكلمها تقوم تكلمه وهي مكشرة. آه، دي بداية بقى حتسوق العوج. يبقى يقولك دي حتسوق العوج، يعني إيه؟ هتمشي في الطريق المعوج، يعني هتنشز بقى. فهمت؟ او مثلا كان يناديها تقول له نعم يا حبيبي، وبعدين لما بقى يناديها اليومين دول تقول له عايز ايه؟ فين نعم يا حبيبي بتاعت زمان؟ اه، ده في مشكلة بقى، هندخل في مشكلة. يبقى في علامات بتبان على طول. فهمت؟ او تعمل نفسها مش سامعة، واخد بالك، يناديها تقول له ما سمعتش، مش واخدة بالي، كان متعود يرجع من شغله
يلاقيه ايه حاطه له الاكل وموضباه ومسخناه، يجي يرجع من شغله ما بتتكلمش، يلاقي لا اكل ولا طبيخ ولا عامله له حاجه، وتقول له انا تعبانه شويه عن اذنك هدخل انام. اه ده احنا هنبتدي بقى، يعني النشوز له علامات كده بتبتدي تظهر في الاول قبل ما تتعالى على اوامرها حتى، فهمت؟ فناخد بالنا من الحكايه دي عشان تبقى واعي، عشان تعرف مراتك امتى هتسوق العوج. بس لازم تراجع نفسك، ليه انت خليتها تعمل كده برضه؟ ما يمكن انت السبب، فهمت؟ يبقى وفي بعض النسخ واذا بان نشوز المراه اي ظهر، مش ظنه هنا بان، مش مجرد ظن، لا ده في تصرفات واضحه وعظها زوجها بلا ضرب ولا هجر، يوعظها الاول ولا هجر لها، كقولي لا اتق الله في الحق الواجب لي عليك. طبعا قبل ما يعظها يشوف يمكن هو السبب، يمكن بطل ينفق عليها، يمكن طلبت منه حاجات في مقدوره وهو ما رضاش يعملها لها بدون ما يبين لها عذره فبدأت تزعل منه، يمكن بيفضل عليها احدى الزوجات لو كان متزوج عليها واحدة اخرى، يمكن مثلا قال لها كلمة بايخة في وجود ضيوف فاتضايقت، ازاي تقول لي كده في وجود قدام الجيران؟ يعني شوف السبب ايه الاول قبل ما يعظها، ما يمكن يعظ نفسه الاول، واخد بالك؟ لكن ما فيش اي سبب ولقاها كده، اه هنا يوعظها بقى، كقوله لها اتق الله في الحق الواجب لي عليك، واعلمي ان النشوز مسقط للنفقه والقصد. ويقول لها كده على فكره لو فضلتي سايقه العوج كده انا مش هنفق عليك، خلي بقى ابوك يبقى ينفق عليك، تصرفي. ولو كان متزوج معاها اكثر من واحده يقول لها خلاص انا حبات عند التانيه مش حبات عندك، انا انت بتعامليني كده، يقوم يقول لها لو استمرتي على هذا لا في نفقة ولا في قسم لحد ما تتعد لي، فهمت بقى؟ بيهددها الأول لكن هو لسه ما نفذش، ده تهديد بس، ما يشتمش ولا يقبح ولا يبقى قليل الأدب، المسلم لا هو قليل الأدب ولا باش فاحش ولا بذيء ولا يضرب كمان، شوف قد إيه، يبقى مؤدب. النبي عاش ومات ولم يضرب امرأة ولا طفل أبدا صلى الله عليه وسلم. شوف انت ضربت كم مره بقى عشان تعرف قد ايه انت بعيد عن النبي واخلاق النبي. النبي عاش ومات ولم يضرب امراه ولا طفل قط صلى الله عليه وسلم. وليس الشتم للزوج من النشوز. افرض شتمت جوزها، قالت له ايه ده يا مدهول ده اللي جايبه ده مثلا، قالت له اي كلمه كده من هذه المعاني، واخد بالك؟ تعالى يا اخي براجل شفته في الدنيا مثلا، قالت له كده مثلا، اه ده ابتدت تشتم بقى، ده ما يعتبرش نشوز على فكره، دي قله ادب، دي اسمه قله ادب، دي تحتاج التاديب بس، لكنها لسانها زفر، نعلمها اقول لها كده ما يصحش بتاع، ما اسموش نشوز ده، فهمت؟ وعلشان كده بيقول لك وليس الشتم للزوج من النشوز. طب امال يبقى ايه؟ يبقى قله ادب، بل تستحق به التاديب من الزوج في الاصح، في الأصح يعني في مقابل للأصح إن الشتم علامة من النشوز، بس ده اللي إيه؟ معلوش الفتوى، واضح؟ لأن خد بالك ممكن هي الشتم ده هي لسانها زفر كده وهو متجوزها كده، لسانها صليط طبيعتها كده، يبتدي يأدبها بالتدريج، وممكن يكون هو اللي لسانه معاها صليط فاتعدت منه، فهمت بقى إزاي؟ فممكن يكون هو اللي لقنها هذه الطريقة في الكلام، فابتدت من طول العشرة اتعودت الاسلوب ده، فيبقى هو عليه ان هو يأدب نفسه ويأدبها، يعني يبطل يقول هو الكلام الذي لا يليق علشان هي كمان تقول له كلام يليق، واضح؟ وليس الشتم للزوج من النشوز، بل تستحق به التأديب من الزوج في الأصح، ولا يرفعها إلى القاضي، وما يرفعش الحكاية دي للقاضي، يقول دي بتشتمني ويجيب عليها شهود ويرفع عليها قضية، ما توصلش الحكايه دي، دي حكايه بس كانها سوء تفاهم ويصلح ايه؟ الامور بينه وبين. فان ابت نشزت وظهر نشوزها بقى، تعالت عليه يعني ووعظها، برضه العظه مش جايبه نتيجه. فان ابت بعد الوعظ الا النشوز
هجرها في مضجعها، ما يباتش معاها على نفس السرير، ينام هو في اوضه وهي في اوضه، ينام هو في حته وهي في حته، واخد بالك؟ علشان يشعرها بالوحشه. فان ابت بعد الوعظ الا النشوز هجرها في مضجعها، في مضجعها احلى بكسر الجيم احلى، وهو فراشها فلا يراجعها فيه، وهجرانها بالكلام حرام فيما زاد على 3 أيام. طب وهل يهجرها كمان غير المضاجع، انه يخاصمها ما يتكلمش معاها؟ العلماء قالوا اكتر من 3 أيام يبقى حرام، بعض العلماء قالوا كده، لان لا يهجر المسلم اخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا، اكتر من 3 أيام يتكلمها، يعني يلقي عليها السلام، السلام عليكم وخلاص. المهم يتكلم معاها كلام كتير لكن يلقي السلام. وهجرانها بالكلام حرام فيما زاد على 3 أيام. لكن الإمام النووي في الروضة قال إيه؟ خد بالك الإمام النووي ما اتجوزش، فما تاخدش نصيحته في الحتة دي، ما عندوش خبرة، عاش ومات ما تزوجش. ها؟ خد بالك الإمام النووي قال إيه بقى؟ عاش ومات ولم يتزوج، ما شافش الطبع الأعوج ده، الحمد لله ربنا عافاه. وقال في الروضة إنه في الهجر بغير عذر شرعي، يعني ممكن انك انت تزيد على 3 طالما انت هاجر بسبب عذر شرعي، انما لو كان في عذر شرعي لك ان تزيد، والراجح خلاف ذلك. واضح؟ الراجح خلاف ذلك، حتى لو في عذر شرعي لا تهجر اخاك فوق 3، حتى لو في عذر شرعي. ولو عايز تعرف الادله اشتري كتاب رساله لطيفه للسيد عبد الله الصديق الغماري، مطبوعه وبتتباع في مكتبه الصناديقيه في الازهر، لما تركت القاهرة في شارع الصناديقية في الأزهر، تشتري لأنها رسالة نادرة ولطيفة، بيقول فيها إيه؟ النفحة الذكية في أن الهجر بدعة شركية. عنوان الرسالة إيه؟ النفحة الذكية في أن الهجر بدعة شركية. واجب عليك تروح تشتريها بكرة ولا بعده وتقراها، مهمة، علشان تعرف إن رأي الإمام النووي في هذه المسألة مرجوح وليس راجح. واضح؟ الإمام النووي بيقول لك طالما في عذر شرعي يبقى ممكن تهجر فوق 3، وهذا الرأي ضعيف. وعايز تعرف أدلة ضعفه تقرأ الرسالة اللي قلت لك عليها. وإلا فلا تحرم الزيادة على 3، فإن أقامت عليه، يعني استمرت على النشوز، فضلت معوجة كده على طول، معوجة الخلق على طول، بالرغم إن هو وعظها وهجرها في المضاجع، كويس؟ ويمكن كمان امسك عنها النفقه كمان، ما بقاش ينفق على البيت، وبالرغم من كده مش عايزه برضه، هي بقى غنيه وبتشتغل وشمامه، واخد بالك؟ ومخها في راسها هيوديها في داهيه، مستمر على الحكايه دي، واضح؟ فان اقامت عليه، اي النشوز بتكرره منها، هجرها وضربها. خد بالك ان في الحاله دي ليه يعمل الثلاثه، الوعظ والهجر والضرب، بس مش يضرب، يعني يضرب زي الافلام اللي بتشوفها، افلام الاكشن دي دب دب يموتها، بس للاسف بتتفرج على الافلام والضرب في الافلام، فعايز اما يضربها يعني يعمل كده، لا، خد بالك، ضرب التاديب غير ضرب التعذيب، انت مش مطلوب انك تعذب انسان، تادبه، ضرب التاديب ليه نظام، واضح؟ انما ضرب التعذيب ده المسلم ما يعملوش، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله يعذب من عذب الناس يوم القيامة، قايل كده. حتى أولادك لما تأدبهم بالضرب ما تعذبهمش، لا تضربهم على الوجه ولا تضرب ضرب يؤلم جسديا ولا يترك أثر ولا يكون أمام الناس، بالشروط دي كلها، واضح؟ يبقى تتجنب الوجه وألا يكون يترك أثر على الجسد، وألا يكون أمام الناس، وألا يكون مؤلم، لكن يكفي إن الضرب ده إيلام نفسي أكتر منه إيلام بدني، واضح؟ إيلام نفسي أكتر منه إيلام بدني، لأن الضرب ده اسمه ضرب إيه؟ تأديب، فهمتني؟ والمدرس في الفصل برضه ما يضرب التلميذ، ضرب تأديب مش ضرب تعذيب، والا بيكره العلم بالمدرسه والعلم والتعليم واللي خلفوه، واخد بالك؟ والولد يكره يروح المدرسه بعد كده،
غلط. يبقى القائم على التأديب لابد أن يعرف هناك فرق بين ضرب التأديب وضرب التعذيب. والمسلم ما بيعذبش حد الحمد لله، ولا حتى الحيوان يعذبه، ما يعذبش مخلوق. المسلم كده رحمة. ليه؟ لأنه تابع لنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. ده النبي قال حتى أنك أنت لا تتخذ يعني أي طائر أو حيوان حي غرضا عشان تتمرن نشان، يعني تروح جايب مثلا إيه غزالة تكتفها وتبعد وتنشن عليها وهي فيها الحياة. النبي نهى عن ذلك لأن ده تعذيب. وكذلك ما تجيبش مثلا إيه فرخة بتجري كده وتتعلم النشان تروح منشن عليها عشان تصطادها، كده تعذيب حرام. حتى في الفراخ، حتى في والبط والبط، لكن ممكن تصطاد غير المقدور عليه بقدر حاجتك وطعامك، لا بقدر لذة الصيد. مش تبقى هي رحلة صيد كده وقاعد اصطاد وخلاص واسيبها تعفن، ده حرام. فالمسلم يصطاد صحيح لكن بقدر حاجته وطعامه، او ان كان يشتري يعني بيصطاد ويبيع بقدر ما يبيعه لا بقدر ما يتلف البيئة. فالمسلم حيثما وجد، وجد معه ايه العمران، ووجد معه الخير، ووجد معه الرحمة. عشان كده الرسول نهى ان احنا نتخذ ما فيه حياة غرضا. واضح؟ فدي نقطة مهمة. اذا كان حتى حيوان او طائر فما بالك بانسان. احنا بنسمع الوقت ان بعض الاباء والامهات يكتفوا الواد في رجل السرير ويفضلوا يضربوا فيه، بتقرا في الحوادث حاجات زي دي. دي تصرفات مش مسلمين، دي تصرفات امن الدولة. وخلاص الثورة قامت ويقولوا امن الدولة مش بيقولوا، الله اعلم، هم بيقولوا كده معلش نحسن الظن ونصدق. واخد بالك ازاي؟ فدي تصرفات ما يعملهاش المسلمين، فناخد بالنا من الحكايه دي. يبقى الزوج هنا لما هيضرب زوجته هيضربها ضرب تأديب. واضح؟ كان في استاذه في القصر العيني رحمها الله ماتت، وزوجها كان استاذ جراحه كبير من اكبر جراحين مصر، مات راح. كان كثير الضرب لها. واخد بالك؟ وكان لا يصلي. فكانت تقعد مع بعض صديقاتها تقول لهم ايه؟ عارفين جوزي ده ما يعرفش من الاسلام الا واضربوهن. لانه لا كان يصوم رمضان ولا يصلي. ومات ولم يحج. مع انه كان عنده صلوات طائله. واخد بالك؟ فكانت تقول ايه؟ جوزي ده على فكره ما يعرفش من الاسلام الا واضربوهن. هي دي الايه الوحيده اللي بيعملها. بيعملها كويس قوي. رحم الله الجميع يعني. يبقى هجرها وضربها ضرب تأديب لها، وإن أفضى ضربها إلى التلف وجب الغرم. لو ضربها بقى واتكسرت وجب الغرم. يعالجها وعلى حسابه، ولو ساب فيها مستديمة يدفع إيه؟ قرش التلف كمان التعويض. يبقى لو حصل تلف وجب الغرم. ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها. لا كده ويسقط ايه؟ بالنشوز قسمها ونفقتها. واضح بقى؟ نقرا بقى كلام الشيخ البيجوري بيفتح اكتر. بيقول هنا قوله وإذا خاف، هنا خاف بمعنى ظن، أي ظن بأن ظهرت أمارة نشوزها كما في بعض النسخ التي حكاها الشارح بقوله، وفي بعض النسخ وإذا بان نشوز المرأة أي ظهر، سواء كانت الأمارة فعلا كإعراض وعبوس بعد لطف وطلاقة وطلاقت وجه، وكخروج من منزله بلا عذر. كل دي علامات ان ابتدت هتبقى ناشز، بخلاف ما اذا خرجت بعذر، كان خرجت الى القاضي لطلب حقها منه او الى اكتسابها، يعني هي بتعمل خرجت تكسب في سيجارة او وظيفة او شيء من هذا، او الى اكتسابها النفقة التي اعسر بها الزوج لانه امتنع عن النفقة فاحتاجت فلوس فاضطرت تخرج تشتغل بقى تجيب فلوس، يبقى ده عذر. أو للاستفتاء عن حكم شرعي وزوجها غير فقيه
جالها مثلا الدورة بتاعتها استمرت ومش عارفة تصلي ولا ما تصليش، فاضطرت انها تروح دار الافتة تسأل تعمل ايه، يبقى ده عذر شرعي للخروج اهو. او للاستفتاء عن حكم شرعي اذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفتي لها من غيره. لكن لو كان هو فقيه خلاص ما تخرجش تسأله، ولو كان هو مش فقيه تسأله السؤال وهو يروح دار الافتة بالنيابة عنها ويسأل وجيها. واضح؟ وكمنعها له من الاستمتاع بها، كل ما يجي يطلبها تقول له تعبانة مصدعة عندي برد مش عارف ايه، وهي لا كده ولا كده، بس هي ايه يعني تريد ان هي تضيق عليه. وكمنعها له من الاستمتاع بها ولو بغير الجماع حيث لا عذر ولم يكن تدللا، لكن ممكن تمتنع من باب الدلع يعني، ده ما يجراش حاجة، ده ما يعتبرش النشوز، اذا كانت هي بتتدلل عليه ما يجراش، هو بيبان ده تدلل ولا مش تدلل، بخلاف ما اذا منعته تدللا، وبخلاف ما لو كان بها عذر كان كانت مريضة او مضناة يعني ضعيفة عندها هزال شديد لا تحتمل الوطء، او بفرجها قروح عندها التهابات وبتتعالج، او كانت مستحاضة الدم نازل عليها، دي اعذار كلها، ما تقولش بقى انها بتمتنع لان دي اعذار. او كان الزوج عبلا بحيث يضرها وطئه، يعني ضخم قوي زي الفيل وزنه 160 كيلو، ايه ده، ده مصيبة، وجور زلط وقع عليه، فهمت ازاي؟ يبقى كده مشكلة، واخد بالك، يبقى ليه ان هي تمتنع. بيجي لنا ناس اوزان كده والله، تلاقي مراته زي العصفورة كده وهو وزنه 160 كيلو، ايه ده، شغلانة صعبة دي، فياخد باله يروح يدبس معدته بقى، يتصرف ويصرف نفسه ويبطل فجعة، لانه طول النهار قاعدين ياكلوا. انا مرة عيانة جات لي بتشتكي لي انها هي موظفة وبتعمل اكل اسبوع في التلاجة، يجي جوزها بالليل يتعشى بيه الاكل بتاع الاسبوع كله. عملية صعبة يعني، حاجة حياة نكد. هي تقعد تطبخ طول اليوم وتاخد اجازة من شغلها يوم تطبخ اكل يكفيها طول الاسبوع عشان عندها شغل، هو ما شاء الله يجي يلاقيها نايمة، هو بيجي متأخر من شغل، تروح فاتح التلاجة تصحى الصبح ما تلاقيش في التلاجة حاجة، كله خلص ومواعين في الحوض. طبعا عملية حياة بقى ايه صعبة، فالواحد ياخد باله من الحاجات دي. او كان الزوج عبلا بحيث يضرها وطئه او قولا، يبقى كل دي افعال، ممكن بقى يكون يظهر النشوز بالقول بقى، او قولا كأن تجيبه بكلام خشن بعد ان كان بلين، بعد ما كانت بتقول له يا حبيبي تقول له ايه عايز ايه كده بشخطة كده، بخلاف ما اذا كان طبعها ذلك، لو كان هي طبعها كده اصلا خلاص بقى مش هنجيبه من بره، ما هي طبعا خلقتها كده. واضح؟ فانه لا يكون نشوزا، وعلم ان المراد بالخوف هنا الظن، فلذلك جاز له الوعظ. لو ظن يعظ بس، لكن ما فيش هجران ولا ضرر لو ظن، لكن اما يتيقن يدخل بقى في ايه؟ في المراحل الاخرى اللي هي الايه؟ الهجر، الهجران والضرب. جاز له الوعظ دون الهجر والضرب، فانه لا يجوز كل منهما الا اذا علم نشوزها، مش ظن، علم غير ظن. واضح؟ ولذلك كان تقدير قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يعني واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، فإن تحققتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن. وجعل بعضهم الخوف في الآية بمعنى العلم، كما في قوله تعالى فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم، وهو الأظهر في الآية، فإن ظاهرها جواز الثلاثة معا، وهي لا تجوز معا إلا بعد العلم لا عند الظن. واضح؟ الثلاثة معا اللي هو إيه؟ العظة والهجران والضرب. قول وعظها زوجها أي ذكرها بالعواقب استحبابا، فمعنى الوعظ التذكير بالعواقب، وقول بلا ضرب ولا هجر أي لأنه لا يجوز كل منهما، اللي هو كل منهما يعني كل من الهجر والضرب، إلا بعد العلم بنشوزها كما علمت، ومحله في الهجر
إذا أدى إلى تفويت حقها كالمبيت، وإلا فلا يحرم لأن الوطء حقه. يعني محل الهجر في المبيت بس، مش مسألة إن هو إيه يعني يمتنع عن الوطء أو ما يمتنعش. إحنا قلنا إن الوطء ده حسب نشاطه هو، ده حقه، لكن هي حقها عنده إنه يبيت معها ويؤنسها. فلما يمتنع بقى هنا يهجرها، يعني يهجر المبيت. واضح؟ لكن الامتناع عن الوطء مع المبيت لا يحرم، لأنه كلما قد يكون مريض، قد يكون ليس عنده نشاط أو شيء من هذا. قولك قوله لها اتق الله، ويحسن أن يذكر لها ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة هاجرة في فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وما في الترمذي عن أم سلمة من قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. وعن ابن عباس: أيما امرأة عبست في وجه زوجها جاءت يوم القيامة مسودة الوجه. قوله في الحق الواجب لي عليك، أي الذي هو الطاعة والمعاشرة بالمعروف. زاد في شرح الخطيب: واحذر العقوبة فلعلها تبدي عذرا. يمكن لما يقولها كده تقول له: ما انت السبب، انت عملت فيا كذا وكذا وكذا، يقوم يعرف الحاجة يعتذر ويتصافوا وخلاص اتحلت الاشكال. فلعلها تبدي عذرا او تتوب عما وقع منها بغير عذر. قول: واعلمي ان النشوز، يقول لها كمان: واعلمي ان النشوز مسقط للنفقة والقسم، اي وسائر المؤن كالكسوة ونحوها كما سيأتي. قول: وليس الشتم للزوج من النشوز، وكذلك شتمها لغيره. يعني هي بتشتم البياع وهي بتشتري، بتشتم الجيران لما هي تتخانق معاهم، لسانها سليط، يجي مثلا يكلمها تقوم هي وحتى وهي بتهزر معاه تقول له كلمة كده فيها شتم، يحكي لها مثلا موقف حصل له في الشغل تقول له: يا ده انت غبي قوي، ازاي تعمل كده؟ هي يعني بتعلق على الموقف بطريقة فيها شتيمة، يعني ما تقصرش تشتم، بس هي طبيعتها كده، خلقتها كده، خلاص بقى. وكذلك شتمها لغير، وإنما قيد بقولي للزوج لأجل قوله: تستحق به التأديب من الزوج، إذ ليس له تأديبها في شتمها لغيره، وإن كان ليس من النشوز أيضا، بل مثل الشتم مطلق الإيذاء باللسان أو بغيره، فليس من النشوز بل تأثم به وتستحق التأديب. ما جاش في باله هنا يقول لك برضه من النشوز إنها تضربه، لأن ما كانش يخطر في بالهم إن في ست تضرب جوزها، لكن دلوقتي بيقول لك في ستات كتير بيضربوا جوزها. عملوا إحصائية، والله عملوا إحصائية وكتبوها مرة في الجرايد، بيقول لك إن في نسبة كبيرة من الرجال يضربوا زوجاتهم، وفي نسبة كبيرة من السيدات بيضربوا أزواجهم بإيد المقشة ومش عارف، يجيبوها في الرسوم الكاريكاتيرية والحاجات دي. يبقى لو ضربته برضه ده نشوز، لكن هنا الشيخ ما قالهاش لأنه كان لا يتصور في زمنه إن ممكن تيجي امرأة تضرب زوجها. قوله في الأصح، يبقى احنا لو كتبنا موضوع النشوز في زماننا ده نقول لك: ولو ضربت زوجها، دي من ضمن الفعل برضه، لان بقى منتشر في هذا الزمان. هو بقى ايده بقت طويله عليها فطولت ايدها عليه، بتحصل كده، هو بيضربها كتير فابتدت هي كمان ترد عليه بالكرسي وبالمقشه، ويحدفوا بعض مش عارف بايه، بالحله زي ما بتشوفها كده في الافلام ايه اللي بيعملوها. ودي المفروض ما تبقاش علاقات الرجل مع زوجته بهذه الطريقة أصلا. قوله في الأصح، أي على القول الأصح وهو المعتمد. وقوله: ولا يرفعها إلى القاضي، أي لأن ذلك يكثر بين الزوجين فيشق الرفع فيه إلى القاضي، فخفف فيه وجعل التأديب منه من غير رفع إلى القاضي. قوله: فإن أبت، يعني امتنعت من الإباء وهو الامتناع، والمعنى أنها امتنعت من كل شيء يتعلق بالزوج، فالاستثناء في قوله إلا النشوز متصل. فإن أبت إلا النشوز، يعني امتنعت من كل إيه عظة إلا النشوز، فهو استثناء متصل لأنه داخل في المستثنى منه، على هذا بخلاف ما لو قلنا إن المعنى أنها امتنعت من العودة إلى الطاعة كما قدره المحشي، فإن الإثناء عليه منقطع لأن المستثنى غير داخل في المستثنى منه، والمعنى عليه أنها امتنعت من الطاعة فلم تفعلها، لكن النشوز لم تمتنع منه بل فعلته، فبهذا تحقق نشوزها، فحينئذ يجوز له كل من الهجر والضرب بل والوعظ أيضا، بخلاف ما تقدم فإنه لم يتحققه فلذلك لا يجوز له إلا الوعظ فقط. يبقى عندما يظن النشوز ببعض العلامات يعظ بس،
لكن بان وظهر وعلماه له ان هو يزيد على الوعظ بايه؟ بالهجران والضرب. قول بعد الوعظ اي لكون الوعظ لم ينفع معها لقساوة قلبها، كما قال القائل: لا ينفع الوعظ قلبا قاسيا ابدا، ولا يلين لقلب الواعظ الحجر. وعن ابي قال: الا النشوز اي لم تمتنع منه. قد عرفت انه استثناء متصل على التقدير الاول ومنقطع التقدير الثاني، فتدبر. قوله: هجرها في مضجعها بكسر الجيم افصح من فتحها، اي ترك مضاجعتها فيه، كما اشار اليه بقول: فلا يضاجعها فيه، اي بوطئ او غيره. وقوله: وهو فراشها بكسر الفاء، فهو على وزن فعال بمعنى مفعول، ككتاب بمعنى مكتوب، ويقال له فرش بمعنى مفروش، تسمية بالمصدر، وجموه فرش بضمتين. وإنما جاز هجرها في المضجع لظاهر الآية، ولأن في الهجر أثرا ظاهرا في تأديب النساء. قول: وهجرانها، وكذا هجران غيرها. وقول: بالكلام أي فيه، فلا يجوز الهجر في الكلام فوق 3 أيام، لا لزوجة ولا لغيرها لغير عذر شرعي. ولذلك قال بعضهم: يا هاجري فوق 3 بلا سبب، خالفت قول نبينا أزكى العرب. هجر الفتى فوق 3 محرم ما لم يكن فيه لمولانا سبب. وأشار بذلك للحديث الصحيح: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، وفي سنن أبي داود: فمن هجر فوق 3 دخل النار، أي إن لم يعفو الله عنه. قول: فيما زاد على 3 أيام، أما في 3 أيام فأقل فلا يحرم بل يجوز، ومحله في غير الأنبياء والأبوين. الهجران يجوز 3 أيام لسائر المسلمين مع بعضهم، لكن ما فيش تهجر نبي ولا لحظة، ولا تهجر أبيك وأمك ولا لحظة، حتى لو أساءوا إليك، إلا الأب والأم وإلا الأنبياء. واضح؟ يبقى مستثنى من هذا الأنبياء والأب والأم. يعني يجوز أنك أنت تخاصم صاحبك، تخاصم مراتك، تخاصم ابنك 3 أيام بحد أقصى، لكن الأم والأب ما ينفعش تخاصمهم ولا لحظة، وكذا الأنبياء، لأنك لا تتحمل مخاصمة النبي ولو لحظة، وإلا ربنا يصب اللعنة على إيه؟ على من آذى الأنبياء. شيخ التربية، شيخ التربية، غير المعلم. المعلم ده ما بيربكش، ده بيعلم مخك، إنما شيخ التربية ده أبوك الروحاني، الأب الروحاني، شيخ التربية ده كان الأب الروحاني. يبقى برضه لا تأجره ولا لحظة. قال: قوله وقال في الروضة أنه أي التحريم فيما زاد على 3 أيام. وقوله في الهجر بغير عذر شرعي أي كأن هجرها لحظ نفسه فقط، أو لحظ نفسه وزجرها عن المعصية. وقوله إلا فلا تحرم الزيادة على 3، أي وإلا يكن بغير عذر شرعي، فإن كان بعذر شرعي كأن قصد زجرها عن المعصية فقط فلا تحرم الزيادة على 3. وهذا مأخوذ من قولهم: يجوز هجر المبتدع لزجره عن بدعته، والفاسق لزجره عن فسقه. كل الكلام ده احنا مش موافقين عليه، ولا حتى المبتدع تهجره. ليه؟ لان المبتدع حقه عليك ان تنصحه، فلو هجرته منعته حظه منك، وهي النصيحة. واضح؟ فيتمادى في بدعته ويتمادى في فسقه. واضح؟ وكذا يجوز الهجر إذا رجا صلاح دين الهاجر أو المهجور، كأن كان يحصل عند عدم الهجر خلل بفعل معصية من الهاجر أو المهجور، فيجره لإصلاح دين كل منهما، ولو جميع الدهر. كل دي مرجوح، الآراء دي كلها مرجوحة، اقرأ الكتاب تفهم، كتاب النفحة الزكية هتقرأ تعرف إن الكلام ده كله جاوزه الصواب. ليه؟ لأن المسلم العاصي حقه عليك النصح، فكيف تهجره وهو حق عليك أن تنصحه؟ واضح؟ فلا يتأتى النصح مع الهجران، مش كده برضو؟ والنصيحة تكون للمسلم عند وجود خلل فيه، فلو أي خلل في مسلم قلنا نهجره عشان في خلل، يبقى إيه؟ فسد ذات البين بين المسلمين، وهذا غلط، والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من فساد ذات البين. واضح؟
وعلى فكرة ان الاحكام دي اللي كتبت في كتب الفقه وهي خطأ ان بنى عليها ان المسلمين فسد ذات بينهم. العالم ده هجر العالم الفلاني لان ده بيظن فيه البدعة والتاني يظن في الاخر البدعة. فده يلم حواليه مجموعة وده يلم حواليه مجموعة وبقت حرب. ما ينفعش. كده ما ينفعش علاقات المسلمين ما تبقاش بالطريقة دي. بل اهل البدع هم اكثر الناس حاجة للنصح. واضح؟ فلا تهجرهم، تدعو لهم ان ربنا يهديهم ويفهمهم ويفقههم. ومش كده وبس، وما تلتقي بهم تسلم عليهم، السلام عليكم. ولو مرض تعوده، ولو مات تتبع جنازته وتصلي عليه. لانه احوج الناس للصلاة عليه والدعاء له. فهمت؟ ما لو راجل صالح ولي ومات هو مستغني عنك. لكن لما يبقى اسرف على نفسه يبقى هو ده اكثر الناس حاجة للدعاء. واضح؟ فده هذه الفتاوى اللي هي بهجران اهل المعاصي تؤدي الى عدم تأدية حقوق المسلم الواجب على المسلم في حق اخيه، وبالتالي لا يجوز الاستنتاج منها ان اهل المعاصي نهجرهم فوق الثلاث. لا، تهجروا ثلاث بس من اجل معصيته عشان يعرف انك انت غير راضي عن هذا الفعل، ثم بعد ذلك لا تمل من نصحه والدعاء له. ولازم تراعي ادب النصح، انك انت تنصحه بغير تعالي ولا يكون امام الناس فلا تفضحه. واضح؟ وتكثر من الدعاء له والاستغفار له عشان يبقى قلبك كله شفقه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للكفار اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون، كان يدعي للكفار مش يدعي على الكفار. واحنا بنقول لك ده مسلم وعاصي ادعي له من باب اولى، خدت بالك؟ ناخد بالنا من الحته دي. ايوه. لا، الكافر غير المبتدع، المبتدع مسلم مسلم ولكن خالف الاجماع في بعض المسائل، ده اسمه المبتدع. لا، انت مطلوب انك انت تكون قدوة حسنة امام الكافر عشان تحببه في الاسلام والمسلمين، واخد بالك؟ لكن هذا امام الكافر ده واجبك الديني نحو دينك، انما التاني واجبك نحو اخوك ده واجب خاص، ده حق لي، ده يطالبك بيه يوم القيامة. فهمتني ازاي؟ وعليه يحمل هجره صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع، ده بتوع ايه؟ المخلفين الثلاثة. قاسوا على هجران دول ان يجوز هجر اهل الايه؟ المعاصي. وهذا خطأ، لان ده كان هجران مخصوص، هجران مخصوص. ده النبي كمان امر الزوجات يبعدوا عنه، واخد بالك؟ يبقى كان تأديب مخصوص خاص بهؤلاء الثلاثة ولا يقاس عليه غيرهم. فلما قاسوا عليه غيرهم وهي حادثة حال انبنى عليه فقه خطأ. واضح؟ ونهي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن كلامهم حيث تخلفوا عن غزوة تبوك وهجر السلف والخلف بعضهم بعضا. ففي الإحياء أن سعد بن أبي وقاص هجر عمار بن ياسر إلى أن مات، دي كلها خطأ وقع فيه الصحابة، مش شرع نستدل بيها من فعل الصحابي، دي أخطاء حدثت. هو أنا علشان مثلا بعض الصحابة حاربوا بعضهم البعض أستنتج جواز محاربة المسلم؟ قلنا الصحابة حاربوا بعض، ما ينفعش، خدت بالك؟ الصحابة غير معصومين، وإذا خالف بعضهم الشرع أنا لا أقلده في مخالفته للشرع، ولكن أقلده في موافقته للشرع، لأنهم ليسوا مبلغين لشرع الله، ولكنهم نماذج طيبة نقلدهم فيما أصابوا ونتجنب ما أخطأوا فيه. واضح؟ وهجر عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف إلى أن مات، وهجر طاووس وهب بن منبه إلى أن مات، وهجر سفيان الثوري شيخ بن أبي ليلى إلى أن مات ولم يشهد جنازته. كل دي أخطأوا فيها، أنا ما قلدهمش بالخطأ، ولا دول معصومين؟ وسفيان الثوري ده نبي، فهمت؟ هو سيدنا عثمان بن عفان ده نبي، يبقى أنا ما قلدش إلا النبي. طب وغير النبي قلده؟ لما يكون موافق للشرع. لما مش موافق للشرع يبقى دي معصية أستغفر الله له وربنا يغفرها له، ويمكن النبي يشفع فيهم لصحابتهم إياهم. فتاخد بالك ان هذه الاشياء تكتب عليها كده علامة استفهام قابلة للمناقشة، ويراجع كتاب النفحة الزكية في ان الهجر بدعة شركية.
تكتب كده في الحتة دي علشان ما يبقاش كلام كده يعني ايه شرع، ده مش شرع، ده اجتهاد واخطأوا فيه. قوله فإن أقامت، حتى أنا هكتب هنا علشان الكتاب بتاعي ده لو حد من ولادي في يوم من الأيام بعد وفاتي قاره يقراه. نكتب كده يراجع كتاب النفحة الزكية في أن الهجر بدعة شركية. سيد عبد الله الصديق الغماري. فإن أقامت عليه يعني استمرت على النشوز أي أصرت عليه بعد الهجر، فظاهر كلام المصنف أن المراتب ثلاثة: الوعظ في المرتبة الأولى، والهجر في المرتبة الثانية، والضرب في المرتبة الثالثة وهي طريقة ضعيفة. والمعتمد أنه متى تحقق النشوز جاز له الضرب، وإن لم تصر عليه فليس هناك إلا مرتبتان: الأولى عند عدم تحقق نشوزها بأن ظهرت أمارته فقط فله الوعظ حينئذ، الثانية عند تحقق نشوزها فله الهجر والضرب، بل له الوعظ فتجوز الثلاثة بعد التحقق كما تقدم. يعني لو ظن ملوش إلا الوعظ، لو تحقق للثلاثة إنه يعظ وإنه يهجر وإنه يضرب. دي الخلاصة. طبعا يراعي الترتيب، لأن هي ممكن ترجع بأقل حاجة وارتكاب أخف الضررين. قوله بتكرره منها أي بسبب تكرره منها، وهذا ما قاله الشارح تبعا لظاهر كلام المصنف حيث قال فإن أقامت عليه، وهو ما رجحه جمهور العراقيين وغيرهم ورجحه الرافعي. والذي صححه النووي جواز الضرب وإن لم يتكرر النشوز لظاهر الآية، وهو المعتمد. يعني الإمام النووي يقول لك ولو ظهر وعلم نشوزها ولو لأول مرة يجوز لي كمان يضرب كمان بعد الوعظ وبعد الهجران، لكن ايه العراقيين والإمام الرافعي يقول لك لا، يجعل الضرب إذا تكرر من النشوز. واضح؟ وأنا مع الرأي ده بالرغم من المعتمد خلافه. واخد بالك؟ لأنه كلما حسن خلقك كلما كان أرجى للقبول. واضح؟ قوله هجرها وضربها، أشار بذلك إلى جواز الهجر والضرب بل والوعظ في المرتبة الثالثة على ظاهر كلام المصنف. وقوله ضرب تأديب له، إشارة إلى أنه يشترط أن يكون غير مبرح. خد بالك بقى، ضرب التأديب غير مبرح، فلا يضربها ضربا مبرحا. إيه هو المبرح بقى؟ وهو ما يعظم ألمه، يبقى مؤلم قوي، بأن يخشى منه محذور تيمم وإن لم تنزجر. مكتوبة عندك إيه؟ تيمم بأن يخشى منه محذور. محذور تيمم، يعني يضربها لدرجة إنها تتعور وما تستطيعش تستعمل الماء في الوضوء فتلجأ للتيمم. واخد بالك؟ يحرق ايدها، يحرق وشها، يضربها يجرحها في دراعها فما تعرفش انها تتوضا. فهمت ازاي؟ يبقى كده هو منعها من الطهاره. لا، هي محظور تيمم، يعني تلجا الى التيمم في الطهاره بسبب الجرح. ده على حسب ما انا افهم يعني، ولكن تراجع باقي النسخ عليها. وان لم تنزجر الا به. وقال بعض الأصحاب يضربها بمنديل ملفوف، الآلات بقى اللي يضربها بيها بالمنديل بتاعه كده، وبعدهم قال لك بسواك، يعني حاجات ضرب كده خفيف بالقلم كده. هو القلم اللي بيضربه، ليه بتعملي كده بس فينا؟ كده ما يصحش. فهمت؟ أدي الطريقة. لأن الضرب التأديب المقصود به إنه هو يؤثر نفسيا مش يؤثر جسديا. فهمتني إزاي؟ هو مقصد منه كده، مش تؤلمه تعذبه في جسده، مش هو ده؟
يضربها بمنديل ملفوف أو بيده لا بصوت ولا بعصا. يقول لك أما يضربها كمان بإيده ما يرفعهاش إيده عن فوق رأسه عشان ما تبقاش جامدة، مش يعمل إيده كده وينزلها إيد زي المردبة، لا يعني كده، وتبقى الحركة جاية من الإيه؟ من الكف مش جاية من الكتف عشان ما تبقاش إيد تقيلة، خدت بالك؟ أو بيده لا بصوت ولا بعصا، ولا يجوز ضربها على الوجه والمهالك، ما يضربهاش على وجهها ولا يضربها على الأماكن اللي هي ممكن تهلكها، يدخل إيده في عينيها يخزقها، يضربها مثلا باللكامية على قلبها فيعمل اضطراب في دقات القلب، يضربها بالشلوت في الكبد يقوم الكبد ينفجر ويحصل نزيف داخلي. كل الحاجات دي جات لنا على فكرة في الحوادث، أنا بحكي لك حاجات واقعية مش بحكي لك حاجات ما بتحصلش. جالنا في الحوادث واحد عندها نزيف داخلي، اللي جرى لك كان جوزي بيضربني، ويتعمل لها عمليه وشغلانه وتشيل فيها فصوص من الكبد كل ده علشان بيضرب وممكن تموت فيها، فدي مهالك. ولا يجوز ضربها على الوجه والمهالك وهي المواضع التي يسرع الضرب فيها الى الموت، وانما يجوز ضربها ان افاد في ظنه والا فلا يضربها. طب افرض هو عارف من خلقتها الست دي انها لو اتضربت هتزدادع وجاجا، يبقى ما استعملش معاها الضرب. واحدة أستاذة جامعية، واحدة محترمة وتربت في بيت أبوها، عمرها ما حد مد إيده عليها، تيجي أنت تقول لها اضربها والله ما هتعيش معاك بعد كده، مش هينصلح حالها، ده أنت كده هتعوجها أكتر، فهمت؟ يبقى أنت إمتى تضرب؟ لو كنت غالب ظنك إن الضرب يعدلها وتضربها بالشروط دي، مش قدام الناس وغير موجع، تتجنب المهالك، تتجنب الوجه بالشروط دي. طب افرض انك انت عارف ان هي معتزة بشخصيتها وانها تربت في اسرة ما كان يعرفوش حكاية الضرب دي، ولا ابوها ضربها ولا امها ضربتها ولا هي عاشت في هذه البيئة، وهي لها وظيفة مرموقة في المجتمع، تيجي انت تروح ضربها تقوم بعد كده تكسر كل علاقة صلح بينك وبينها، فهمت ازاي؟ فده ما ينفعش. طول ما ربنا قال واضربوهن، مش هم دول، التانية تربت في بيئة كل يوم كانوا بيضربوها لما بيأدبوها، متعودة على كده، فهمت ازاي؟ يبقى اضربها بقى وجرب، بس برضه ايه؟ بنفس شروط ضرب التأديب لا ضرب التعذيب، فهمت بقى المسألة؟ كما صرح به الإمام وغيره. والأولى له، الأولى لي بيه العفو عن الضرب، يبقى الضرب ده أمر للإباحة وليس للاستحباب ولا للوجوب، أمر للإباحة وليس للاستحباب ولا للوجوب، أو أمر للإرشاد، لك أن تمتنع عنه، أولى بذلك أن تمتنع لأن النبي لم يستعمله قط، فالأولى ليك أنك أنت لا تستعمله، واضح؟ والأولى له العفو عن الضرب، وعلى ذلك يحمل خبر النهي عن ضرب النساء، أو يحمل على الضرب بغير سبب يقتضي بخلاف ولي الصبي، فالأولى له عدم العفو لأن مصلحة ضربه تعود على نفس الصبي بالتأديب يعني، وأما ضرب الزوج زوجته فمصلحته تعود له، ولو ضربها وادعى أنه بسبب النشوز وادعت هي عدمه صدق هو بالنسبة لجواز الضرب، وصدقت هي بالنسبة لعدم سقوط القسم والنفقة والكسوة. يعني افرض ضربها وراحت للقاضي قال ضربني، فالزوج قال أصلها ناشز، كويس، نعم، يعمل ايه القاضي؟ يقول لك القاضي يصدق انها ناشز فما يعاقبش الزوج، ويصدق الزوجة لو ادعت انه مش بسبب نشوز فلا يحرمها من النفقة ولا القسم، يثبت حقها في النفقة والقسم، فيراعي الاثنين، فهمت بقى ازاي؟ صدقت هي بالنسبة لعدم سقوط القسم والنفقة والكسوة ونحوها مما سيأتي. قول وإن أفضى، أي أدى ضربه إلى التلف، أي تلف نفسها بأن ماتت أو تلف شيء من أعضائها أو حواسها، وجب الغرم، أي وجب عليه غرم مقابل ما تلف منها من الدية إن لم تطلب القول. خد بالك ضربها كده بالبوكس كسر سنة، عارف السنة قيمتها إيه؟ 5 جمال. الجمل كام؟ ب20,000 جنيه، يدفع لها 100,000 عشان كسر لها سنة، فاش دلع، أدي الغرم. ما يقولش بقى أصلها ناشز وأنا مش عارف إيه، سنة واحدة كسر سنتين 10 جمال، 200,000 جنيه. أظن لو الست عرفت كده تقول له أرجوك اكسر لي سنة، واخد بالك؟ تاخد 100,000،
لكن هو لا لا والله ده بعدك، ويهنيها. لكن لما الناس ما بقتش تهتم بالمقادير الشرعية في التلف الجسماني، تجرأ الناس على أجسام بعضهم البعض. هذه المشكلة. لو الناس عرفت قيمة الإنسان عند الله في الشرع الشريف، كان الناس يحسسوا على بعض ويخاف كده يعمل في حاجة، وإلا هيغرم غرامة كبيرة قد لا يتحملها. وجب الغرم، أي وجب عليه غرم مقابل ما تلف منها من الدية، وإن لم تطلب القوت أو الأرش فيما له أرش مقدر. يبقى اللي ليه أرش مقدر معروف خلاص القاضي هيحكم بيه كويس، أو حكومة يعني إيه شيء مش مقدره الشرع يقوم يحكم الحاكم بحاجة تناسبه اسمها الحكومة، فيما ليس له أرش مقدر، لأن ضرب التأديب مشروط بسلامة العاقبة. ضرب التأديب مشروط إيه؟ بسلامة العاقبة، يعني لا يترك فيها عاهة ولا أثر. قوله يسقط بالنشوز أي ولو في أثناء يوم أو فصل، ومرادين بالسقوط ما يشمل عدم الوجوب من أول الأمر حتى لو طلع الفجر وهي ناشزة فلا وجوب، ويقال سقطت بمعنى أنها لم تجب من أول الأمر، وإن كان السقوط فرع الوجوب فغلب ما في الأثناء على ما في الابتداء، وسمي الكل سقوطا قسمها، يعني بيسقط بالنشوز قسمها، يعني نشزت وهو نايم معاها في وسط الليل، ليه ان هو يتركها بقى ما يكملش الليلة معاها كمان، واضح؟ يبقى يسقط في الحال، مش يقولك اكمل الليلة وبكرة صباح رباح، لا من حقه. طب افرض انا هنام بقى في ما يجراش حاجه، ما من حقه برضه، واضح؟ لكن لو ترك في الحال ما يبقاش ايه ظلم. فهمت المساله؟ قسمها اي في ذلك الدور وما بعده ما دامت ناشزه، وان لم تاثم بالنشوز كصغيره ونحوها. افرض زوجته صغيره يعني غير مكلفه ونشزت، والغير المكلف ما اقولش عليه اثم يعني غير مكلفه، ما لم ترجع قبل نوبتها، يعني هي متفقة معايا علشان طفلة صغيرة كل ما يجي يزورها يجيب لها مصاصة وكيس شيبسي، أو هو ما رضاش يجيب لها مصاصة وكيس شيبسي فبقت تبوظ منه وتضربه باللكامية، عيلة بقى صغيرة، واخد بالك؟ ما هو لو متزوج طفلة الشرع يعني يجيز ذلك، يجيز ذلك مش يأمر به، يجيز ذلك، بخلاف العيال الوهابية يقول لك لا ده يأمر بيه، احنا عايزين القانون يقول لنا اتجوزوا الأطفال. مين قال؟ ما هو الحاكم له إذا أساء الناس استخدام الحق أن يقيده. لو جاء جيل أساء استخدام الحق، الحاكم له أن يقيده ويرفع سن الزواج. لأن نضج الناس النفسي الآن غير نضج الناس في الأزمان الماضية. كان زمان البنت اللي عندها 9 سنين أيام النبي محترمة، مش عيلة تافهة، لا محترمة. طبيعة التربية وطبيعة المناخ وطبيعة العصر كانت بتنضج بدنيا وعقليا. دلوقتي بيبقى عنده 20 سنة وغصة ما نضجش. اه والله دي حقيقة. بيبقى عنده 20 سنة وما عندوش نضج لسه. كان زمان 11 سنة الراجل من نور 11 سنة حاجة محترمة. عمرو بن العاص الفرق بينه وبين ابنه عبد الله قد ايه؟ 11 سنة. كان يمشوا مع بعض كأنهم صحاب بعض اخوات. وهو ابنه. يعني انجبه عنده 11 سنة. واخد بالك؟ بس اللي كان عنده 11 سنة كان أنضج من اللي عنده 21 سنة في زماننا. في زمانهم. فيبقى لابد إنك أنت عشان تحكم في الحكاية، حكاية ستنا عائشة تزوجها النبي عندها 9 سنين دي، أشوف ال9 سنين أيام النبي نضجها العاطفي والبدني والنفسي إزاي؟ واللي عنده 9 سنين في زماننا ده نضجه البدني والنفسي إزاي؟ فما نقلش التسعة بس، لازم أنقل كله. فإذا تغير ليرفع السن. فهمت بقى إزاي؟ لكن هما للاسف ما عندهمش هذا الادراك. يقوم يخلوا مين؟ يخلوا الناس اللي هم ما قروش السنه ينكروا ان النبي تزوجها عندها 9 سنين. لا النبي تزوجها ما عندها 9 سنين، بس خد بالك ان ال9 سنين ايام النبي كانت ولا 18 سنه في زماننا من حيث النضج البدني والعقلي والنفسي. واضح؟ فدي نقطه مهمه. والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بيقول وما زال الخلق في تناقص الى ان تقوم الساعه. يعني هتبص تلاقي مع تقدم الزمان هتلاقي الناس انقص نضجا وعقلا وديانة من الاجيال الماضية، وبالتالي ما اقدرش انقل انا السن بس
وانسى التناقص اللي بيحصل بسبب قرب يوم القيامة وبسبب ايه تطور الايه الحياة وتغير طبائع الناس. واضح؟ فما ينفعش. يبقى العقلية اللي هي قاعدة تقول لك يجيز سن الزواج من 9 سنين عشان ستنا عائشة، دي عقلية لا تدرك الواقع ولا تغير الزمان ولا تغير نضج الإنسان، وإنكار لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلق في تناقص إلى أن تقوم الساعة. دي نقطة مهمة، واخد بالك؟ علشان كده الفرق بين من يأخذ الفقه من الكتاب دون الشيخ ومن يأخذ الفقه من الشيخ. وبالتالي تلاقي مشايخ الأزهر قاعدين ما لقوش أي غضاضة إن الحاكم يقول سن الزواج يبقى 18 سنة أو 16 سنة، ما تضايقوش المشايخ. ليه؟ لأن هم مدركين هذا، مدركين إن الواقع فعلاً إن إيه؟ النضج اختلف، البدني والنفسي والجسماني، واخد بالك؟ والعقلي والديني حتى، معلوماتهم الدينية كمان ضعيفة. فإزاي أنا أحمله مسؤولية عقد نكاح وهو لسه ما عندوش هذا النضج؟ واضح؟ فدي نقطة هامة عض عليها بالنواجذ. ويسقط بالنشوز قسمها أي في ذلك الدور وما بعده ما دامت ناشزة، وإن لم تأثم بالنشوز كصغيرة ونحوها ما لم ترجع قبل نوبته. وقول ونفقتها أي وتوابعها كالكسوة والسكنة وآلات التنظيف ونحوها. ولعل المصنف لم يذكرها لأنها تابعة للنفقة في الوجوب وعدم، فإن عادت للطاعة لم تعد كسوة ذلك الفصل بل تكسو نفسها إلى تمامه. يعني هي هجرته ونشزت في الصيف، كويس، في فصل الصيف، في أول فصل الصيف، وبعدين عادت بعد شهر من النشوز، ما علوش يجيب لها كسوة الصيف ده، يجيب لها كسوة الشتاء اللي جاي بقى. طب والصيف ده تلبس بقى الكسوة القديمة أو تشتري على حسابها، تتصرف، تتحمل مسؤولية ما فعلته. واضح؟ ده معنى كلام الشيخ. طب افرض هو هيجيب لها الكسوة، ما يجراش حاجة، الشرع مش هيقول له ما تجيبهاش، لكن الشرع يجيز له أن يفعل ذلك، واخد بالك؟ ولا يوجب عليه فعل ذلك. في فرق بين الجواز والوجوب، فهمت؟ لكن افرض هو شايف انه من المصلحه يجيب لها كسوة، يجيب لها يا سيدي ان شاء الله يجيب لها، هنقول له لا، فهمت؟ بل تكسو نفسها الى تمام ثم يكسوها الزوج في الفصل الذي بعده، ولا تعود نفقت ذلك اليوم الذي عادت فيه للطاعه ما لم يتمتع بها، والا عادت لها. وتعود لها سكن ذلك اليوم لأن السكن ضرورية، والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على فصل في أحكام الخلع يوم الاثنين القادم إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك أملا. ما قالش هنا بقى نشوز الزوج أحكامه إيه؟ إذا نشز الزوج يعني هو اللي ابتدى يعاملها وحش بدون سبب منها، يبقى في الحالة دي هتعمل إيه؟ هتروح تشتكي لأهلها والأهل زوجها، ويقعدوا قاعدة كده عائلية حلوة تحكيم، يشوفوا الراجل إيه اللي مزعله من مراته وليه بيعملها وحش، واخد بالك إزاي؟ وعلشان كده إيه؟ وإن خافت امرأة من بعليها نشوزا فلا جناح عليهما أن إيه؟ يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، وجزاكم الله خيرا.